نعم راح يضيف حلاوة. الفريقين عندهم قاعدة جماهيرية يعني. راح يضيف حلاوة للشكل الدوري كابتن. نعم قلت لك همين الحلو بيهم عندهم ملعبين جيدين وملعبين صالحات للعب. التبديلات عباس عطية ربما أضافت زخم هجومي للكربلاء. طبعا هو كابتن عباس عطية بدل 3 لاعبين وتقريبا نزار محروس بدل بس نزار محروس كان يريد يحافظ على النتيجة 1-0 بس عباس عطية زيد نقول اللاعبين المهاجمين زيد للأمام فعلى ضوها يعني أنتج له بهدف يعني. وللأمانة الهدف الثاني جميل جدا وبوقت قاتل يعني حتى اللاعب يعني جت وسكنه بنفس المكان وشوت بالبعيد يعني تنحسب للاعب يعني خاصة من وضعية صعبة. أي وضعية صعبة.